في مدينة ليون الفرنسية تحديدا في جنوب فرنسا. تغطية من دفاع تشومبوك عن طريق المدافع كيم تشول. تعود الكرة لمصلحة فريق ليون. تمرير في مكان ممتاز مال برانك ليساندرو الأرجنتيني في محاولة هدف أول. 1-0 لليون الفرنسي عن طريق القناص ليساندرو. ليساندرو المهاجم الأرجنتيني يتقدم لليون. يتقدم لأولمبيك ليون الفرنسي بأول أهداف المباراة. ممتازة الكرة كانت من مال برانك يلعبها إلى ليساندرو اللي لم يكن في وضعية تسلل وصعبة كانت على حارس المرمى كونسونيتيا. يسجل أول أهداف المباراة ليساندرو القادم من بورتو البرتغالي في 2009 وبدايته للرسنج هناك في الأرجنتين. هو بالفعل هداف وقناص ليون يتقدم بأول أهداف المباراة في الدقيقة 15 على بداية المباراة. 1-0 هون ليونغ ممتاز الكرة ليوناردو. الله عليك الله عليك يا ليوناردو البرازيلي. ليوناردو مرمي للمدافع وحط كرة صعبة على حارس المرمى لوبش. شوف الكرة اللي وصلت إلى ليوناردو مر بشكل ممتاز من المدافع لوبش وحطها في مرمى أنتوني لوبش الحارس البرتغالي. ليوناردو يسجل هدف من أجمل ما يكون ومن أروع ما يكون في الزاوية البعيدة على حارس المرمى أنتوني لوبش ويعدل النتيجة لتشومبوك الكوري الجنوبي. مرور من ميغل لوبش وتسديدة في مرمى أنتوني لوبش يسجل التعادل ليوناردو البرازيلي المحترف والكنسة. الربع ساعة الأخير على نهاية شوط المباراة الثانية والمباراة وصلت الكرة إلى دانيك مهدي زيفون والثاني عن طريق لاكازيت. أخيرا يسجل الثاني يخطف الكرة من أمام حارس المرمى لي بومسو بعد عرضية مهدي زيفون الثاني عن طريق لاكازيت. رأسية جميلة قوية في مرمى تشومبوك في مرمى لي بومسو. شوف الكرة اللي بداها زيفون أو دانيك وتحرك من زيفون اللي يلعب كرة ممتازة جدا على رأس لاكازيت اللي أخذ خطوة للأمام ويسبق حارس المرمى لي بومسو يضعها في مرمى تشومبوك الكوري الجنوبي. الثاني ليو مقابل هدف لتشومبوك. جملة بدأها دانيك إلى زيفاو إلى لاكازيت وبالتالي ليو يتقدم بهدف المباراة الثانية في الدقيقة 75.